بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في سكن المدينة إلى الممات وما جاء في فضلها وفضل أحد ووادي العقيق، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وهذا دليل على أن المدينة النبوية الطيبة تظل دار إيمان على الدوام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها كذلك دار الإيمان، فلا تتحول إلى دار كفر ولا يتسلط عليها الكفار بفضل الله سبحانه وتعالى، وتظل دار هجرة فلا يزال الإيمان يأرز إليها كما تأرز الحياة إلى جحرها، فلا يتصور أنه تجب الهجرة منها أبدا. وهذا فيه الرد على من يزعمون أن بلاد الحرمين الشريفين محتلة، فإن هذا كلام باطل، ومن يزعم أنها صارت ديار كفر فهو قد قال قولا منكرا شنيعا باطلا. فمكة والمدينة لا يزال الإيمان يأرز إليهما ولا هجرة منهما، كما قال ابن حجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. فيه دليل على أن مكة تظل دار إسلام، لأنه لا يشرع الهجرة منها، إشارة إلى أنها تظل دار إسلام. ولا يزال العلم بالحلال والحرام باقيا بالمدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثوى الحلال والحرام. أما معنى قبة الإسلام فبمعنى عموده الذي يظل قائما عليه، أعلى مكان يعرف فيه الدين ونحو ذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومسجدي. رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال: مسجدي هذا والبيت المعمور. والبيت المعمور. وابن حبان في صحيحه ولفظه: إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. قال الحافظ: وقد صح من غير ما طريق، يعني من طرق متعددة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرواحل إلا إلى ثلاثة مسارد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وهذا ثابت من وجوه كثيرة، ويدل على عدم جواز السفر لقصد مسجد من المسارد فضلا عن غيرها كالقبور والمشاهد التي عليها، لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد. فمن نذر أن يسافر إلى قبر من القبور فقد نذر معصية فلا يفي بنذره. وكذا من نذر أن يشد الرحال أو يسافر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه ذلك، وإنما يجزيه أن يشد الرحال إلى أحد المساجد الثلاثة، والله أعلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. قال: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة. ثم قال: اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، يعني فيما يكال بالمد والصاع وهو الحب. رواه البخاري ومسلم. في الروايات الكثيرة
أن أم أنس عرضت أنسا على النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، ربما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أبي طلحة يعني لكي لا يكون ذلك بدون علم أبي طلحة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذلك ليتعلم أنس رضي الله عنه يتعلم ذلك الغلام منه صلى الله عليه وسلم، وقبل أنسا ليخدمه إرضاء لأمه رضي الله تعالى عنها زوجة أبي طلحة. فأما الشاهد من الحديث فقوله هذا جبل يحبنا ونحبه. قال الخطابي في قول هذا جبل يحبنا ونحبه أراد به أهل المدينة وسكانها، كما قال تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. قال البغوي والأولى إجراؤه على ظاهره، ولا ينكر وصف الجمادات بحب الأنبياء والأولياء وأهل الطاعة، كما حنت الأسطوانة إلى على مفارقته صلى الله عليه وسلم حتى سمع القوم حنينها إلى أن سكنها، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم أن حجرا كان يسلم عليه قبل الوحي، فلا ينكر عليه، ويكون جبل أحد وجميع أجزاء المدينة تحبه صلى الله عليه وسلم وتحن إلى لقائه حالة مفارقته إياها. قال الحافظ وهذا الذي قاله البغوي حسن جيد وهو الصحيح، فإن أحد ليس مسكونا وإنما هو محيط بالمدينة، فلا يصح أن يقال عن البلد باسم جبل بجوارها، فهي لا يقال عنها أحد، وإنما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جبل فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، فالصحيح ما قاله البغوي رحمه الله، وهو أن جبل أحد يحب أهل الإيمان، يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل الإيمان على مر العصور، وهم يحبونه بالبركة التي حصلت في المدينة من وجود النبي صلى الله عليه وسلم بها، وانتشار الإسلام إلى أقطار العالم، وانتشار النور من هذه البقاع المشرفة المكرمة. يقول وقد روى الترمذي، تأكيد لما قاله البغوي، وقد روى الترمذي من حديث الوليد بن أبي ثور عن السدي عن عبادة بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي حسن غريب، وهذا الحديث يدل على أن هذه الجمادات تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد يخلق فيها إدراكا وكلاما تتكلم به، وليس هذا بمستبعد، فهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. قال وقد قال الحافظ عبد العظيم رضي الله عنه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق عن جماعة من الصحابة أنه قال لأحد هذا جبل يحبنا ونحبه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنت أرمي الوحش وأصيدها وأهدي لحمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لو كنت تصيدها بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت فإني أحب العقيق. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. العقيق وادي ذي الحليفة الذي فيه الميقات، ميقات أهل المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصاد له من لحم من حيوانات وحش هذا الوادي، وصرح بأنه يحب هذا الوادي، يحب وادي العقيق الذي هو ميقات أهل المدينة. وهذه والله أماكن عجيبة الشأن، فيها سكينة وطمأنينة عجيبة إلى يومنا هذا، مصداقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني آت وأنا بالعقيق، فقال إنك بواد مبارك،
رواه البزار بإسناد جيد قوي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وأنا بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك. رواه ابن خزيمة في صحيحه. الحديث ثابت في الصحيح، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يقول عمرة في حجة، في حجة الوداع التي حجها، فيستحب لمن مر بذي الحليفة أن يصلي بها، وبها مسجد معمور الآن ومسجد الميقات، فيستحب الصلاة بهذا الوادي اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة وادي العقيق، بقي بها ليلة وجزءا من يوم، خرج من المدينة يوم السبت بعد الظهر، وصلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من يوم الأحد في حجة الوداع، وذلك لأن جبريل أتاه فقال صل في هذا الوادي المبارك. ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في وادي العقيق ده، صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من يوم الأحد، يعني صلى خمس صلوات. قال: الترهيب من إخافة أهل المدينة أو إرادتهم بسوء. عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. رواه البخاري. يعني يذاب، أذابه الله، أهلكه. وفي رواية لمسلم: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة في الصحاح وغيرها. وعن جابر رضي الله بن عبد الله رضي الله عنه أن أميرا من أمراء الفتنة قدم المدينة، وكان قد ذهب بصر جابر، فقيل لجابر: لو تنحيت عنه. فخرج يمشي بين ابنيه فانكب. قيل لجابر: لو تنحيت عنه، يعني رجل ومن أمراء الفتنة دول الذين كانوا في زمن بني أمية، وبها وقعت الحرة التي عندما خلع أهل المدينة يزيد، فأرسل عليهم مسرف بن عقبة حتى استباح المدينة فهلك، ثم هلك بعده يزيد. فقيل لجابر: لو تنحيت عنه، ابعد عنه لأنه من وراء الفتنة. فخرج يمشي بين ابنيه فانكب وقع على وشه، فقال: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابناه أو أحدهما: يا أبتاه، وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وظهر أن جابر هو الذي وقع. فقال ابناه أو أحدهما: يا أبتاه، وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ورواه ابن حبان في صحيح مختصرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة أخافه الله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه صرف ولا عدل. رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد جيد. وروى النسائي والطبراني عن السائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي رواية للطبراني قال: من أخاف أهل المدينة أخافه الله يوم القيامة وغضب عليه ولم يقبل منه صرفا ولا عدلا. الصرف هو الفريضة، والعد هو التطوع، قاله سفيان. وقيل هو النافلة، والعد الفريضة. وقيل الصرف التوبة، والعد الفدية، قاله مكحول. وقيل الصرف الاكتساب، والعدل الفدية. وقيل الصرف الوزن، والعدل الكيل. وقيل غير ذلك. لا يقبل الله منه صرفا
يعني والله أعلى وأعلم أنه يحاول أن يصرف عن نفسه العذاب بشيء يقوم مقام العقوبة التي أفرضها الله عليه، فلا يقبل الله منه ذلك. والعدل يعني ما يعادل سيئاته أو يجعل هناك فدية يفتدي منها مساويا للعقوبة، فلا يقبل الله عز وجل ذلك. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفهم من دهمهم ببأس، يعني أهل المدينة، ولا يريدها أحد بسوء إلا أذابه الله، كما يذوب الملح في الماء. رواه البزار بإسناد حسن. وآخر في الصحيح بنحوه وتقدم: دهمهم أي غشيهم بسرعة. اللهم فيهم من دهمهم ببأس، يعني من هجم أو أراد أهل المدينة ببأس. قال: كتاب الجهاد، الترغيب في الرباط في سبيل الله عز وجل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري ومسلم والترمذي. والغدوة هي المرة الواحدة من الذهاب، والروحة المرة الواحدة من المجيء. رباط يوم أن يبقى في ثغور أهل الإسلام على حدود بلاد المسلمين للحراسة والمدافعة عنها إذا دهمها العدو. إذا كان هذا في الرباط رغم أنه ليس يقاتل، ولكن يكون حراسة لئلا يهجم العدو فجأة، فكيف بمن يباشر القتال بالفعل؟ هذا في الترغيب في الرباط في سبيل الله. رباط يوم واحد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة، دائما موضع الصوت في المنزل، إنما يكون في مكان يعني ليس بالرفيع، إنما يلقى الصوت الذي يضرب به الحيوان أو الروح أو ذلك، فهو يقصد به المكان الذي يوضع فيه الصوت، فهو يكون ليس بأشرف المنازل، يكون مكانا متواضعا، كمن يضع مثلا حذاءه في مكان، فيقول: موضع الصوت خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد لو أنه ذهب أول النهار أو رجع آخر النهار. الروحة المجيء آخر النهار، والغدوة الذهاب أول النهار. فالغدوة أو الروحة خير في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. رواه مسلم والترمذي والنسائي والطبراني. وزاد: وبعث يوم القيامة شهيدا. هذا فيه فضيلة العبادة المتعدية النفع على العبادة القاصرة النفع، وذلك أن عبادة الصيام والقيام عبادة عظيمة ينتفع بها صاحبها، وأما الرباط فهو حماية لأهل الإسلام وبقاء لدولتهم واستمرار للدين عبر عصور متتابعة، وهذا أمر حاصل، فالبلاد التي أخذها الكفار وأزالوا من الإسلام لم تعد الأجيال التي تعيش فيها تنطق الشهادة ولا تفعل أركان الإسلام ولا تؤمن بالله عز وجل. والبلاد التي دافع أهل الإسلام عنها وردوا أعداءها عنها إلى يومنا هذا لا يزال الناس يتناسلون جيلا بعد جيل على التوحيد والإيمان، فهذا في ميزان حسنات من دافع عن هذه البلاد في سبيل الله عز وجل ورابط. إن مات المرابط يجري عليه عمله، أي العمل الصالح، كأنه يعمل، وذلك لأن الناس إنما يعملون بالطاعات بجهاده ورباطه وحراسته رضي الله عنه،
فيجري الله عليه عمله الذي كان يعمل من الذكر والتلاوة والعبادة والخير، وأجري عليه رزقه كذلك يرزق عند الله عز وجل في الجنة، ويحتمل أن أهله يرزقون من بعده، وأمن من فتان القبر فإنه يجيب إجابة صحيحة بتوفيق الله عز وجل ويكون آمنا عند السؤال. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وابن حبان في صحيحه وزاد في آخره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل. هذا دليل على تسمية الجهاد للنفس جهادا في سبيل الله. نسأل الله أن يجعلنا المجاهدين. أقول قولي هذا واستغفر الله. عن أنس رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: حمد هكذا، فخر موسى صاعقا. كيف فعل حمد؟ وضع طرف الإبهام على طرف الخنصر، يعني تجليا يسيرا. شاب كثيرا ما يفتن بالنساء إذا اختلى وحده عن طريق التلفاز أو غيره. عرض عليه أهله السفر معهم إلى المصيف، فخاف على نفسه من فتنة فأبى، ولكنه في نفس الوقت يخاف أن خلوته تجلب له المعاصي. يذهب معهم ويبحث عن مسجد للملتزمين طول فترة المصيف يبقى فيه. أحد الإخوة كان مسافرا للبرازيل وأخبرنا أن ذبح البقر هناك يتم على الشريعة الإسلامية، وأنا أخبرني أحد الإخوة الذين سافروا أنه ليس كذلك. فالعبرة بأن يوجد مسلم يقول عن اللحم الذي يستورده هو أنه يشرف على ذبحه أو يتفق مع مسلمين يذبحونه، فإذا شهد بذلك قبلنا خبره. أما أن يعمم الحكم أن البرازيل كلها على يذبح على الشريعة فهذا فيه نظر، لكن نقول واحد يقول لنا خلاص أنا ببعث ناس أو بتفق مع ناس يذبحون هناك، فإذا فعل ذلك أجزأنا. خلاص اتصل اسأل بيه. لا ما يكفيش ورقة، ما تكفيش. احنا عايزين واحد مسلم معروف، او هو يكون مستور الحال، او يقول عن نفسه مسلم ويقول ذلك يكفينا. لكن التليفونات دي ناس كتير قاعدة تدور عليها ولا حد بيرد، فجرب رد كده ان شاء الله هتبقى تمام. لو لقيت شركة بصاحبها بيقول كده بلغنا عشان ربنا يجعل المسلمين مخرج. يدعي بعض الناس أن لقلة الدين عند الجزارين المصريين لا يذبحون ذبحا شرعيا. لا، هذا في نظر من جهة اللي بيتهم الجزارين بيتهمهم بأنهم مرتدين عشان بيسبوا الدين، وليس أنهم لا يذبحون. الذبح يكون موجودا بلا شك أن هناك ذبح وهناك تسمية، لكن الكلام الذي يقال أن بعضهم قد يسب الدين فيكون مرتدا، لكن الحقيقة أن هذا الأمر ليس يصح أن يطلق ويقول كل الجزارين اللي في مصر كذلك. من علمت الأصل في الناس في مصر وفي المسلمين أنه مسلم الإسلام، ومن علمته قد ارتد فهذا الذي لا تأكل من ذبيحته، لكن لا يعمم الحكم، ولم ليس هناك إحصاء حتى يقول أن هناك الأكثر يفعل ذلك. هذا كلام ليس بصحيح. المراد بأهل المدينة كل سكان المدينة، كل من سكن المدينة وأقام بها. ما معنى أخاف؟ جعلهم في خوف، أخافهم خوفهم جعلهم يخافون. أخاف أهل المدينة يعني أرعبهم خوفهم. أي واحد الجمع بالأولى. نعم صور بنستر كل قول هذا أستغفر.